أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالكتب نؤمن بأنها كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، كل رسول معه كتاب. والدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بجميع الكتب وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه، صحيح، والأحكام التي جاءت فيها، صحيح، تمام، من أسمائها والأخبار والأحكام التي جاءت فيها، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب ومهيمنا عليه. نؤمن بها لكن ما نطالع هذه الكتب، لا نطالع إلا الكتاب والسنة، تمام. إذن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان، نؤمن بأن كلام الله تكلم بها حقيقة منزلة لا مخلوقة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، نؤمن بها وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها والأخبار التي جاءت فيها والأحكام، لكن لا نطالع ما فيها ولا نأخذ الأحكام إلا من الكتاب والسنة، وأن القرآن ناسخ لهذه الكتب. الله سبحانه وتعالى أعلمنا من أسماء هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، ستة كتب، تمام. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاد. نؤمن بهم وبما علمنا الله من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم، مفهوم. من أسمائهم الأسماء الذين ورد عندنا يقال في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم كم؟ 25، صح؟ في تلك حجتنا في أي سورة؟ الأنعام. في تلك حجتنا يقول ذكر 18 نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام، يبقى من 25 كم؟ سبعة، صح؟ أي نعم. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر وهم في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر. المهم قال إدريس وهود وشعيب صالح وكذا بالكفل آدم بالمختار قد ختم، 25 نبي ورسول هؤلاء اللي ذكروا عندنا، مفهوم. لكن نحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تمام. الخامس اليوم الآخر. عندنا المراحل التي يمر بها الإنسان خمسة مراحل أسميها أيام، لكن هي مراحل، خلاص. مرحلة عدم قبل أن يخلق، ومرحلة في الأجنة، ومرحلة في الدنيا، ومرحلة في القبر. ولهذا لا يمكن أن تقول انتقل إلى مثواه الأخير، هذا إنكار للبعث والنشور. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال ليس الزائر بمقيم، لابد يرحل، صح؟ زائر يبقى عندك طول العمر؟ لا. إذا ليس هذا آخر الأيام في القبر، صح؟ مثواه الأخير، لهذا إنكار البعث والنشور، ما يجوز. ثم إيش؟ اليوم الآخر. إذا المراحل كم؟ خمسة: عدم، أجنة، في الدنيا، في القبر، اليوم الآخر. إذا أصبحت الأيام كم؟ خمسة. سمي هذا اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت: خروج الروح وقبض الملائكة لها، صعودا بإلى السماء تفتح لها وتغلق لها أبواب السماء، عودة بإلى الجسد يسمع قرآن عالم، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة والنار، الشفاعة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، مفهوم؟ تمام. السادس أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر، من الذي يحسب لنا أذان العشاء؟ وأنا عاشر، كم باقي؟ كم؟ إذا بقي خمس دقائق أنت المنبه، تمام؟ انتبه لا تخرب الطبخة، تمام.
الإيمان باليوم الآخر له مراتب أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، مراتب مهمة جدا، اسمها مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. مرة أخرى، علم وكتابة ومشيئة وخلق، جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. مفهوم؟ تمام. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى، لو وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. مفهوم؟ لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. علم الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب، تمام. هذا إيش؟ العلم والكتابة. مفهوم؟ الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة، نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، كما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا الأخ يقول بعد الدرس أريد أذهب أصلي العشاء إن شاء الله في المسجد النبوي، شاء الله أن يذهب يصلي صلى، شاء الله أن لا يذهب والله لا يستطيع يذهب، صحيح؟ الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة كالعباد، والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء. مفهوم؟ كم مرتبة؟ أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. ماذا أصنع أنا الآن؟ ماذا أصنع؟ أؤمن أن الله علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء، صحيح؟ نعم. وأن مشيئتي تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأني مخلوق أعمالي تابعة لي فهي مخلوقة مثلي، تمام. أحسن الظن في من؟ في الله، أن الله اختارني بأن يكون من أهل الجنة، أسأل الله لي ولكم السعادة يا رب، صحيح؟ تمام. وأسعى لها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أحسن الظن في الله ومع العمل ومع الدعاء، مفهوم؟ ولا أسير في طريق أهل الشقاء، مفهوم؟ أتجنب هذا الطريق وأدعو الله سبحانه وتعالى جنبني هذا الطريق. انتبه يا شيخ معي. طيب، بعض الناس هدانا الله وإياه مسلم ويشرب خمر، تقول يا أخي اتق الله، كيف مسلم تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، وإنما يشرب بقضاء الله، هذا أمر كتب الله عليه، مفهوم؟ مثل يشرب دخان، تقول يا أخي تشرب، قال والله يا أخي كتب الله سبحانه وتعالى، ماذا أصنع؟ فإيش تصنع مع هذا؟ تضربه حتى يغمى عليه، مفهوم يا أخي؟ تضربه حتى إيش؟ حتى يغمى عليه. فإذا أفاق من الإغماء وقال ليش تضربني؟ قل كتب الله، كتب الله أن أضربك، ماذا أصنع؟ اقتنع أتركه، إذا ما اقتنع أضرب الثاني حتى يغمى عليه مرة ثانية. نحن نقول هذا الكلام ليس من باب إيش؟ أن تتعدى لأحد، لا، حتى تفهم ماذا؟ تفهم إيش؟ أنه الإنسان يدعو الله والله لا يضيعه، صحيح؟ لماذا تختار طريق أهل الشقاء ولا تختار طريق أهل الجنة، صح؟ أي نعم. طيب، رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه تقطع يده، حد من حدود الله. فجاء هذا السارق معترضاً على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتبه الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه ونحن كتب الله أن نقطع يدك، ماذا نصنع؟ تلومني على شيء كتبه الله؟ كتب الله أن نقطع يدك، مفهوم؟ إذن العبد يحسن الظن في ربه مع الأخذ بالأسباب، مفهوم؟ ولا يأخذ بأسباب وطريق أهل الشقاء، مفهوم؟ أي نعم. هذه أركان إيمان ستة. الإحسان ركن واحد، لكن تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة هي عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، وهي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن أكمل عبادة
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وقد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن أقوى دافع يدفع العبد للعبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله. هل يمكن أن تصل إلى هذه المرتبة؟ نعم. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، سمى عبادة مراقبة خوف وهرب. مفهوم؟ تمام. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، حديث جبريل عليه السلام، هذا من الأمهات الأحاديث، من الأحاديث المهمة التي لابد تحفظ وتضبط. اصبر. جاء جبريل يا أخواننا عليه السلام في صورة عالم أو متعلم، في صورة شيخ معلم أو متعلم طالب علم، طالب علم نعم، لكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ معلم صح؟ مؤدب صح؟ لماذا؟ فهمت يا أخو السؤال؟ قال: جاء جبريل في صورة طالب علم، لكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ معلم. لماذا؟ لأنه ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم. في ماذا؟ قال: في لباسه، وسط، لا إفراط ولا تفريط. في سؤاله، سأل وأنصت. في جلوسه، جلس جلسة المتعلم المتأدب، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاطع، قال عندي سؤال. صح؟ صحيح أو لا؟ دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس هناك آخر المسجد. صح؟ أي نعم. فظهر عليه أثر الطلب، ولهذا قال عنه أنه معلم. وقد يستفيد الناس من طالب العلم أكثر مما يستفيد من بعض المشايخ، والله. بماذا؟ بالعمل. فهم أن أرادوا منكم تطبيق العمل. تمام. طالب العلم لابد يؤدي حقوق ستة، مفهوم؟ تسمى حلية طالب العلم. إيش؟ إيش الحلية؟ يعني في أشياء إذا تحلى بها الطالب كان أجمل طالب، مفهوم؟ كم؟ ستة حقوق يؤديها الطالب: الأول مع نفسه، والثاني مع زميله، ومع كتابه، ومع المكان، ومع الشيخ، ومع العلم. كم؟ ستة حقوق. مع نفسه إخلاص، متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، زهد، لأنه إذا ما يزهد الطالب ما أدري من يزهد. صح؟ جد واجتهاد ومثابرة وتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. تمام. هذا مع إيش؟ مع نفسه. الثاني مع من؟ مع زميل. وقلنا لكم تعاونوا في الحفظ، في الضبط، في المراجعة، والمؤمن مرآة أخيه. تمام. الثالث مع المكان، لابد تحافظوا على المكان، هذه المساجد ما تكون أماكن للعب بالجوال والحديث. صح؟ أي نعم. طيب، مع الكتاب، أمس أعطينا بعض الطلاب الكتاب، قال والله نسيته في السيارة، وهذا قال والله وضعته في المطعم. صح؟ الشيخ عبد المحسن، شيخنا الشيخ الله يحفظ، الشيخ العباد عنده كتب أيام كان في الابتدائي، أيام كان في الابتدائي، يعني قبل كم سنة تقريبا؟ أكثر من 80 سنة الكتب موجودة. ليش؟ يعرف قيمة الكتاب. وأمس أعطينا بعض الطلاب الكتاب، فقد اليوم، 80 سنة ما فقد الكتب، ما فقد الكتب. مفهوم يا أخي؟ يعرف قيمة إيش؟ الكتاب. أي نعم. والكتب لابد انتقال الكتب، لا تنظر، لا تنظر متشتري، لا تنظر إلى الكتب مخالفين لأهل السنة والجماعة، لا تقتني من الكتب المعروفة الموثوقة، كتب الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، نعم،
الإمام البخاري، الإمام مسلم، أئمة الإسلام، تمام. طيب حق مع من؟ مع شيخ وسط، لا إفراط ولا تفريط. تقبيل الرأس وتقبيل الأيدي هذا ليس عندنا، صح؟ أي نعم. المحبة الحقيقية للعالم إيش؟ ويقوله الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول أكون في الدرس وبعد الدرس يقوم يمشي الشيخ، يعني رحمه الله نحيف، ويقول عندما أمشي يأتي طالب من خلفي يقول يمسك رأسي، والله يقول يكاد رأسي يقع. هذه ليست محبة يا أخي، صح؟ أي نعم. محبة الحقيقية للعالم إيش؟ أن تأخذ العلم بحقه، تؤديه، تدعو له، صح؟ تذب عن عرضه، هذه المحبة الحقيقية. إذا لابد نكون وسط مع من؟ مع العلماء، لا إفراط ولا تفريط. السادس مع العلم. إخواننا هذا العلم الآن ما يعقل، كل دورة أصول ثلاثة، صح؟ كل ما يأتي هذا وقال درس أصول ثلاثة، لا، درست أصول ثلاثة مرة واحدة اضبطها. جاء أحد العلماء يريد درسك، قل أنا جاهز، اختبرني يا شيخ، نجحت في الاختبار أنتقل، ما نجحت أعيد، صح؟ ممكن تكون عندنا دورة مثل دورات الشيخ صالح العصيمي حفظه الله، دورة لإيش؟ مذاكرة المتون وكذا، مهمة جدا، صحيح، تأخذ فيها أسبوع، تمر على المتون العلمية، تراجع الذاكرة. أما نعيد الدراسة ونعيد أولى ابتدائي مرتين وثلاثة ما يصلح، مفهوم؟ تمام. ست حقوق، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. تراجع ما أخذنا، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله اليوم نختم متن الأصول الثلاثة. جزاكم الله خيرا. ها شوف ما يجوا اصحابك دحين عندهم بس انت بلا تضيع على السلام عليكم. السلام عليكم.